رح أقول لك إني أخذت القرار. أنا موافقة على الزواج، والأحلى إني بعرف أديتيا من أيام الطفولة. نحنا كنا جيران وكنا نلعب، نحنا كنا نضل نلعب مع بعض كل النهار. وجدة، انت شو عم تعملي؟ كيف هيك بتقولي انك مستعدة تتزوجي؟ شو صاير لك؟ لك معقول تتركي دراستك مشان هالشغلة؟ وانت اللي كنتي تنبهيني وتقولي اوعك تتزوجي، فهميني شو عم يصير معك. امشي عالجامعة يلا. بما أنه قررتي تتزوجي، شو بدك بالجامعة لتروحي عليها؟ تعرفي شو أكتر شغلة مضايقتني؟ أنك قررتي من دون ما تاخدي رأيي وتسأليني. ها؟ مو نحن أخوات؟ لك على الأقل كنت حكيلي وقليلي مين بيكون هالشاب؟ ليكي، أنا رح قلك مثل ما قلت لهم برا، هو شاب ظريف كتير وبس تشوفيها بكفي. وجدة، لا تضحكي علي، أنا بعرفك منيح، مانك مثل باقي البنات اللي بيفكروا يتزوجوا أي حدا يتقدم له. أنت أكيد مخبية عني شي. يلا أحكي اللي بقلبك، ليش ساكتة؟ قال شو؟ بتقلن موافقة وهي مو مستعدة؟ شو هالغباء هاد؟ مين قلك مو مستعدة؟ نجاح، أنا رح أتزوج هلأ ولا بعدين، فليش لأجلها؟ وبعدين تعي لقلك، أديت يا طيب وما في منه، وأبي بيحبه كتير وعطول بيقول إنه شاب مميز. شوفي، بلشت الاتصالات لأنه تأخرنا على الجامعة. صدقيني هذا الصح، وأنا بعرف منيح اللي عم بعمله، وقبل ما قرر فكرت بالموضوع كتير. عن جد؟ برافو عليكي. لأنك أخذتي قرار كبير لحالك من دون حتى ما تاخدي رأيي أو رأي الناس اللي بيخافوا عليكي. مو هيك خالتي، لا تفهمي اللي عملته غلط، بس الموضوع إنه صارت بالبيت أمور كتيرة، واستحيت بهيك ظروف اجي واحكي لك وقلك على قصة زواجي.